الحسود مهما اصطنع المحبة مع الناس لابد أن يأتي وقت وتبرز منه تصرفات تدل على أنه حاسد لنا فتنفر الناس منه. فالحسود ليس له صاحب، يعيش منبوذا مهما حاول أن يخفي الأمر. الأمر الثالث، الحسود يحرم من لذة الصفاء، هذا في الدنيا قبل الآخرة، ها؟ يحرم من لذة الصفاء، لا يستطيع أن يعيش معنى المصافاة في صلته بالخلق، كلما رأى أحد نال شيء ثقل عليه فهو مكدر الحال، بينما الذي تهنأ نفسه الخير للخلق يعيش معنى الصفاء لأن صلته بالناس قائمة على حب الخير للناس. النقطة الرابعة، الحسود لا يمكن أن يكون داعي إلى الله قط، لا يمكن أن يخدم الإسلام قط، مهما حاول أن يعمل صور من خدمة الإسلام لا يمكن أن يكون سبب في إيصال الخير إلى الخلائق.